بلغ العلام بلغ العلام بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله أدم الصلاة على النبي محمد وقبولها حتما بدون تردد أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على النبي محمد يا آل بيت رسول الله حبكم في القرآن أنزله كفاكم من عظيم الشأن أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له أذان الفرح الذنوان صليت بنار الشوق للميلاد صليت جئت عني بالمختار صليت وعلى الكرار مو لا تلزجي يا من رب السماء صلى وسلم بنار الشوق للميلاد وسلم أجيل هادي لعد بابك وسلم وعفر خدي بتراب الشفية أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ولادة الإمام أبي محمد الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه ونبارك للأمة الإسلامية جمعا وبالأخص إلى المراجع العظام ولكم أيها المؤمنون الكرام. ظاهرة ابتليت بها الأمة في زمن إمامنا العسكري صلوات الله عليه، وهذه الظاهرة موجودة من ذلك الزمن،
ونستطيع أن نقول بأن هذه الظاهرة مستمرة إلى يومنا هذا، وأيضا من البيت الشيعي قبل أن تكون هذه الظاهرة من خارج البيت الشيعي. طبعا إمامنا العسكري صلوات الله عليه تعرض لهجمات كثيرة، مثلا ابن تيمية في كتابه يقول بأنه كان الأجدر للحسن العسكري أن يتعلم من علماء زمانه، يعني يقوم بإنقاص قدر إمامنا صلوات الله عليه. وكل هذه الهجمات لها أهداف ولها محاولات كثيرة. أول محاولة وأول سبب من هذه الهجمات الشعواء، يريدون أن يضربوا الإمام عليه السلام لكونه الإمام الحادي عشر، وهم بني العباس كانوا يعيشون في قلق وخوف من الإمام الحادي عشر، بل أنهم وضعوا القابلات على نساء الإمام العسكري عليه السلام خوفا من ذلك المولود الذي سوف يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما أن ملئت ظلما وجورا. ولذلك رسول الله يقول لتركبن سنن من كان قبلكم. صحيح لولا؟ هكذا فرعون فعل عندما رأى تلك الرؤيا أن هناك نار آتية من ناحية بيت المقدس، ففسروا إليه الذين كانوا في زمانه من وعاظ السلاطين، فسروا إليه من بعض المفسرين أن هناك رجل من بني إسرائيل سوف يكون زوال ملكك على يده. فماذا فعل فرعون؟ فوضع قابلات على نساء بني إسرائيل. ماذا كان يفعل؟ إذا كان يأتي ولد ذكر فكان يقتله مباشرة، ولو جاءت أنثى في التاريخ يذكرون أنه كان لا يأمر بقتلها. لماذا؟ يقول هذه امرأة ضعيفة في النهاية راح تخدمنا يوم من الأيام. فإذا لذلك لما صار نقص في الخدم والعبيد عند فرعون ضجوا التجار الفراعنة المصريين، ضجوا إلى فرعون قال أنت شنو قاعد تسوي كل يوم تقتل في بني إسرائيل؟ إحنا ما عدنا بعد، إذا العبيد راحوا شلون إحنا نبقى في أبهة السلطة والسيادة والزعامة؟ بعد منو يحترمنا؟ فقرر ماذا؟ فقرر أن يقتلهم عاما ها ويدعهم عاما هكذا. لذلك في ذلك العام الذي لم يقتل أحد من بني إسرائيل ولد من؟ ولد وصي موسى على نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام. فهكذا هذه السياسة كانت موجودة عند فرعون واستمرت حتى في زمن بني العباس ضد إمامنا العسكري صلوات الله عليه. ولذلك هذه العوامل أدت إلى ظاهرة ظهرت في زمن الإمام العسكري، وهي ظاهرة التشكيك في إمامته. لماذا شككوا في ظاهرة إمامة الإمام العسكري عليه السلام؟ لذلك هناك رواية صدرت من الإمام العسكري عليه السلام يقول إلى أحد شيعته، يقول ما مني أحد من آبائي كما منيت أنا من نكران هذه الأمة. يعني شنو؟ يعني لم يتعرض أحد من آبائي الأئمة المعصومين من نكران الإمامة كما نكر في حقي وإمامتي. زين، هل هذا النكران من عامة الناس؟ الإمام يقول يا ليت، وإنما هذا النكران جاء من بعض الشيعة والبعض من رموز الشيعة، مثل هارون ابن مسلم كان من علماء الشيعة، شك في إمامة من؟ في إمامة الإمام العسكري عليه السلام. لذلك الإمام العسكري عليه السلام في هذه الظاهرة وفي هذه الأجواء المعكرة من التشكيكات ماذا فعل؟ كان يستخدم بإخبار المغيبات
ويطلع على ضمائر الناس ليخبرهم ليقيم الأدلة والبراهين على إمامته. قل إمام المعصوم دائما يساير على مستويات عقول الناس، يعني الناس في زمن الإمام العسكري بعض الشيعة هكذا يتبين من الروايات أن البعض من الشيعة كان يعيش من السطحية في التفكير. مثلا ظاهرة التشكيك وصلت إلى شيعة أهل البيت، وقلنا إلى رموز الشيعة، شلون كانوا يعرفون بأن هذا الإمام العسكري هو إمام؟ شوفوا إلى عقليات الشيعة البعض منهم السطحية. بعضهم مثلا أبي حسن الصيقلي، هذا واحد من الشيعة، يقول والله إحنا شككنا في إمامة الإمام العسكري بداية، شلون عرفنا أنه إمام؟ يقول إحنا طلعنا من المدينة، رحنا إلى سامراء، يقول طلعنا من المدينة إجينا إلى سامراء، شفنا الإمام غير موجود، الظاهر ذهب إلى سفر ما. يقول سامراء لها ثلاثة أبواب، وإحنا هم كنا شنو؟ كنا ثلاثة، فقلنا إلى واحد، كل واحد منا كل واحد يقف على باب، علشان شنو؟ نترصد بالإمام، إذا دخل الإمام من أي باب ها؟ نختبر الإمام، نختبر شلون؟ الآن راح يجي الكلام، شوفوا اختبارهم للإمام شلون علشان يكتشفون أنه إمام أو غير إمام. كل واحد يقول وقف على باب، قلنا مدينة سامراء سابقة لها ثلاثة أبواب. يقول أبي حسن الصيقلي، يقول فرأيت أبي محمد الحسن العسكري، يقول شفت قاعد يجي صوبي. شوفوا إلى مستوى السطحية عند التفكير عند بعض الشيعة. يقول فقلت في قرارة نفسي، يقول قلت داخل ضميري، إلهي لو كان هذا هو الإمام فليرفع بقلنسوته، يعني لو هذا إمام فعلا خل شوي يرفع عمامته. نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن نخاطب الناس على قدر عقولهم، خذ على قد عقله ماشي. يقولون فجاء فعلا فرفع قليلا قلنسوته ووضعها أخرى. يقول يمكن حكى صدفة، يعني الله استغفر الله، الله قاعد فقط ينفذ أوامر أبي حسن وجماعته، ها أي بعد ما اقتنع. يقول يمكن صدفة ها زين. يقول فقلتها مرة أخرى، يقول فرفعها مرة أخرى ووضعها ثانية، يقول فنظر إلي وتبسم، فقلت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأنه حجة الله على خلقه. قضية ما انتهت. يقول أبي حسن الصيقلي، يقول رحت إلى أصدقائي الاثنين اللي خليناهم على كل واحد على كل باب، فقلت إليهم يا جماعة ترى هذا صدق إمام، شنو دليله؟ الدليل كذا وكذا وكذا، القضية هكذا حصلت. قالوا لا، إحنا إذا ما نشوف بعيوننا ما نصدق. إخواني هاي القضية تذكركم بأي قضية؟ قضية موسى عليه السلام، قضية موسى عندما نصب الله طالوت ملكا، قالوا شنو دليلك بأن هذا منصب من قبل الله؟ جاب لهم، قال أول دليل أنه يأتي بتابوت الشهادة. التابوت هذا شيء مقدس، مسألة التابوت عند بني إسرائيل يعني هاي التابوت له قدسية إلى درجة أنهم في الحروب إذا كانوا يرفعون هذا التابوت، فلذلك كانت النصر والغلبة إليهم. أولا هذا التابوت يحتوي على ماذا؟ يحتوي على الألواح، يحتوي على بعض المقتنيات المقدسة التي كانت عند بعض الأنبياء، فيها مثلا الألواح وفيها أيضا عصا موسى. ولذلك الإمام الباقر يقول عندما استخف بنو إسرائيل بذلك التابوت فتلاعبت به أيدي الصبيان فرفع الله ذلك التابوت، وعندما ارتفع ذلك التابوت ماذا؟ حلت عليهم المصائب وتسلط عليهم جالوت وجنوده. لما تسلط عليهم جالوت وجنوده راحوا إلى نبيهم، نبيهم إشمؤيل نبي ذلك الزمان، فإجوا إلى النبي قالوا له يا نبي الله إحنا ابتلينا من الله رفع عنا هاي البركة، فسل الله
أن ينصب لنا ملكا ويترأسنا ونقاتل جالوت وجنوده. ولما الله نصب طالوت قالوا ها احنا مو مقتنعين، ها شنو الدليل، ما هي الأدلة. وهكذا أيضا حتى الشيعة في زمن الإمام العسكري ابتليوا بهذه الصفة الدنيئة. انزين قالوا احنا أيضا ما نصدق. قالوا إذن تعالوا معي وشوفوا الوضع. أيضا هؤلاء الثلاثة ذهبوا بناحية الإمام وقالوا في قرارة نفسه إذا كان هذا فعلا إمام فليرفع قلنسوته. وفعلا رفع الإمام قلنسوته ونظر إليهم أولم تكفوا عن الشك. الإمام بعد نهاية المطاف صارعهم أولم تكفوا عن الشك، فتبسم إليهم فاعتقدوا بإمامة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. لذلك الإمام العسكري عانى من هذه الأمة. طبعا هاي إلها بعد أسباب أخرى إخواني. أولا أنه أخوه السيد محمد سبع الدجيل، أخوه سلام الله على السيد محمد سبع الدجيل، لأن الإمام العسكري تعمد الإمام الهادي إلى أن يخفيه قليلا عن أنظار الناس. هم كانوا يترصدون، مو فقط الإمام الثاني عشر، كانوا يترصدون الأساس الإمام الحادي عشر، فكان الإمام يخفيه عن الأنظار. من اللي كان في الواجهة دائما؟ السيد محمد سبع الدجيل، حتى أنهم ظنوه هو الإمام من بعد الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. في يوم الأيام، الجميل هاي الرواية، أنه في يوم الأيام جماعة يدخلون في مجلس الإمام الهادي والإمام العسكري قاعد والسيد محمد سبع الدجيل قاعد، فيأتون الشيعة ويقبلون يده، ها؟ حتى أن الإمام التفت إليهم قال ما عليه، سيد محمد عالم زاهد عابد، حتى توفرت فيه شرائط الإمامة، ظنوا هكذا. قال ولكن هذا هو الإمام من بعدي، احترموا سيد محمد قدسوه، ولكن هذا ديروا بالكم ترى هذا هو الإمام من بعدي ليس السيد محمد. ولذلك عندما وصلوا إلى منطقة بلد مرض السيد محمد سبع الدجيل، حتى خرج الإمام العسكري عليه السلام يبكي ويلطم على رأسه ويقول وأخاه. فقال الإمام الهادي إلى ابنه الإمام العسكري بني أحدث لله شكرا فقد أحدث فيك أمرا. قال كيف يا أبا، لولا موت أخيك السيد محمد لانقسمت الشيعة من بعدي إلى قسمين، من بعدك إلى قسمين، قسم يأتمون بأخيك وقسم يأتمون بك. فإذا هذه الظاهرة، ظاهرة التشكيك، كانت في زمان الإمام العسكري عليه السلام. اليوم خلنا نتكلم عن زماننا شوي، نتكلم بواقعية بعيدا عن المثاليات. اليوم هل هذه الظاهرة موجودة بين أوساطنا الشيعية؟ نعم. أنا قبل مدة كنت في إحدى المجالس الشبابية. طبعا هاي لها عدة عوامل، أولا التربية، البيئة. إذا البيئة كانت متدينة، بيئة إيمانية، فلا تخرج هذه الشبهات. وأيضا من العوامل التي تؤدي إلى التشكيك في عقائد أهل البيت السطحية، التفكير السطحي، أن نأخذ الدين فقط من ماذا؟ من قشرها، لا نهتم إلى لبها. واحد من الشباب يقول لا مو معقولة الإمام علي يعلم الغيب، لا هذا شيء يختص فقط بالله جل وعلا. جدا هذا سهل ترد عليه، ترد عليه من القرآن بعد، لا تجيب له من الرواية. للأسف الشديد حتى بعض جماعتنا من الشيعة تجيب له رواية صحيحة يقول لا مو معقولة أن الإمام يقول هذا الكلام. لا تقول مو معقولة، قول مو معقولة أنني أخضع لرواية الإمام وأترك ما اشتهت نفسي وأهوائي. البعض يريد أن يخضع أحكام الله لمزاجه وأهوائه فينكر يعترض يقول هذا ليس بحكم الله، مستحيل المرجع الفلاني، ها دائما يستحيل، يقول مستحيل أن أمير المؤمنين يعلم الغيب، هذا علم مختص بالله. أحد الشباب من المؤمنين مع أنه مدارس يعني كثيرا في الحوزة ولكن من أهل الاطلاع. لذلك إخواني الله جعل في أيدينا أسلحة خصوصا في هذا الزمان أن نفعلها. أول سلاحنا المعرفة، أن نستطلع، أن لدينا سعة في الاطلاع على كتب أهل البيت عليهم، الكتب الصحيحة طبعا وليس كل الكتب. فقال إليه يا فلان أنت ما تقرأ القرآن؟
يقول أنا قليل أقرأ القرآن. هاي بعد أول مشكلة، فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفال. قال أولم تقرأ القرآن؟ عيسى ما كان نبي؟ قال بلى نبي، روح الله نبي من أنبياء الله. قال إذن كان يحيي الموتى ويكمه الأبرص ويشفي المرضى. زين، صفة الإماتة والإحياء أليست هي من صفات الله؟ سكت. قال بلى. قال إذن كيف الله في كتابه الكريم أنه نسب الخلق والإحياء والإماتة إلى ماذا؟ إلى عيسى. إني أخلق لكم. فإذا فسكت. فإذا هناك إخواني مشكلة. أيضا المشكلة الثانية تكون أحيانا من الآباء، للأسف الشديد بعض الآباء دائما يهتم في مصاريف ابنه، يعني يهتم في الأمور المادية أكثر من الأمور المعنوية، يعني مقصر. إخواني هناك تقصير من الآباء. أعرف بعض الشباب يقول أنا درست الجامعة، درست كل شيء، خلصت اللي علي لرضا الوالدين، الآن أريد أدخل إلى سلك الدين، إلى سلك الحوزة مثلا. ها؟ يشوف الأب يمانعه من هذا السلك بحجة ماذا؟ يقول ما يوكل عيش، ما له فائدة. إيه يمكن في الدنيا ما يوكلني عيش، بس في الآخر راح يوكلني. لذلك أكو رواية خطيرة من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأختم المجلس. رواية عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه نظر إلى بعض الأطفال فقال، في زمان شاف أطفال قاعدين يلعبون، ويل لأطفال آخر الزمان من آبائهم. فقال أحدهم أو من آبائهم المشركين؟ قال لا يا ليت، وإنما من آبائهم المؤمنين. شلون يا رسول الله؟ قال لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، وإذا تعلموا، إذا دخلوا وادي الدين تثقفوا دينيا، وإذا تعلموا أولادهم منعوهم بعد ورضوا عنهم بعرض يسير من الدنيا. يشوف هيئة ابنه هيئة غربية، مسوي لفت قصة وفد لباس غير محتشم، لا هذا عند قمة التحضر، ها يقول هاي كلاس اوبن مايند، عنده عادي. ولكن مؤمن لباس محتشم متدين، يقول هذا معقد رجعي متخلف. ورضوا عنه بعرض يسير من الدنيا، فشنو الحكم يا رسول الله؟ فأنا منهم بريء وهم مني براء. وأيضا رواية أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وآله، في يوم القيامة يتعلقون الأبناء بأثواب آبائهم، فينادي المنادي إليهم أو ما يطعمكم؟ هذا أبوك ما وفر لك مأكل وملبس ومأوى مصاريف وكذا؟ قالوا بلى أطعمنا وألبسنا، ولكن لم يحسن أدبنا وتربيتنا، فيتبرؤون من آبائهم. فإذا أختم كلامي بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نسأل الله بحق هذه الليلة المباركة أن يزيدنا معرفة بأهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين، وأن لا يفرق بيننا وبينهم طرفة عين أبدا، بحرمته وبحرمة الصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وصل على البشير النذير
السراج المنير الطهر الطاهر العلم الزائر حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وروي لما أراد الله تعالى أن ينتقل نور النبوة والإمامة من صلب كل طاهر إلى رحم كل مطهرة إلى أن تزوج الإمام الهادي ابن النبي محمد بالسيدة الجليلة الطاهرة سليل عليها السلام التي سلت من الآفات والعاهات حتى حملت منه بحملها المبارك وما زال ذلك الحمل يتقبل في بطنها يوما بعد يوم وشهرا بعد شهر وكان يحدثها وتسمعه يذكر الله ويذكر النبي محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وكانت تكثر من الصلاة على الرسول أفلح من يصلي على الرسول وعلى علي والبتول محمد حتى اكتملت المدة التي أرادها الله تعالى وكانت 9 أشهر وجاء يوم ولادته وهي لا تحس بألم ولا وجاع دخلت حجرتها وجلست ذاكرة لله تعالى حتى دخلنا عليها لمة من الحور فسلمنا عليها وجلسنا من حولها ووجهها يشع من نور ابن النبي صلى الله اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد إلى أن نزل شعاع من عنان السماء ملأ أرجاء تلك الحجرة وحجب ما بينها وبين الحور وما ارتفع ذلك الحجاب وإذا بها قد وضعت بالإمام أبي محمد العسكري أفضل الصلاة والسلام عليك يا رسول الله محمد وآل محمد صلوات صل على محمد علي بن أبي فاطمة الزهراء الحسن والحسين أئمة المعصومين صاحب العصر والزمان نور العسكري غطى البارية حي الله نور العسكري نور العسكري غطى البرية شرف العالم بنور والسماء والأرض تزار بشر المختار طه بشر الكرار حيدر وهني الزهرة الزنجية صارت أهلها النور مصدر بدريت سطع أنواره الله الله للعالم اختاره الله
مني يفهم هالعبارة الله الله وأخوتي ها نورة من أنوار العترة نورة من أنوار نورة من هل نفاطمة زهرة الزكية حي الله نور العسكري نور العسكري غطى البارية حي الله مجية حي الله يا حبيبي الحسن انت حبيب الله وطه انت محبوب الخلايق يا ولي في هداه انت للعالم ذخرها دنيا اخرى يا رجاه انت سعدي وافتخاري الله أنا أدري وغيري يدري الله أنت يوم الحشر ذخري الله وأخوتي وأعمي وإحنا يشرفنا مولانا وإحنا يشرفنا وإحنا يشرفنا واحنا يشرفنا يا سامع الصوت صل على النبي اول محمد وابن يا سامع الصوت صل على النبي اول محمد لي سامع الصوت ما ندري ايش نقول اول ما نبدي الصلاه على علي الكرام زوج البتول بحماك بحماك يا حيدر يا عه بحماك بحماك يا حيدر يا سامع الصوت يا سامع الصوت صل على النبي أول محمد يا سامع الصوت شاركنا وتعال هالليلة حلوة ومن أحلى الليالي وزعنا مشموع يا سمح مدي ميلاد الحسن ابن خير العمل ميلاد الحسن ابن يا سامع الصوت يا سامع الصوت صل على اول محمد وين المشتاقين إلى النجف إلى أبو الحسن حيدر إمامي فازت شيعته بالنجف مدفون علي المعقوب وتحيدر فازت شيعته بالنجف مدفون علي المعقوب وقبة إمامي ذهب مع فضة قبة إمامي ذهب مع فضة واللي يزوره يساعي بحظه حيدر إمامي فازت بالنجف مدفون علي تلمع قبوته